هناك شبهة شيخنا أكرمك الله يروجها بعضهم، يقولون لا تصلوا إليها ولا عليها، فماذا يرد عليهم بهذا؟ النبي قال لا تصلوا القبور، لا تصلوا إليها ولا على المتخذ مساجد عليها. قال وإن كان من كان يتخذ القبور أمنية فلا تدخل المساجد، فنهوا عن الصلاة إليها ونهوا عن اتخاذها مساجد، وإذا صلى عندها فقد اتخذ مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا. فالمسجد ما يصلى فيه ولا يصلى فيه يسجد فيه، فإذا صلى عند القبر يمينه أو شماله أو خلفه أو أمامه فقد اتخذ